أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان بعد اعتقال إداري استمر 6 أشهر. واستقبل أهالي قرية برقة قضاء رام الله الأسير المحرر والذي يعد واحدا من مئات الحالات المرضية في سجون الاحتلال والتي تعاني من سياسة الإهمال الطبي المتعمد. وينضم إلينا إذن عبر الإنترنت من رام الله الأسير الفلسطيني المحرر عبد الباسط معطان. سيد عبد الباسط، بداية الحمد لله على سلامتك وعلى إطلاق سراحك. دعني أسألك بخصوص هذه السياسة التي ذكرتها في هذا التقديم، الإهمال الطبي والذي تعرضت له في حين أنك مصاب طبعا بمرض خطير، كيف قضيت هذه الشهور الست وأنت تعاني من هذا المرض؟ أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولقناة الجزيرة. طبعا الحمد لله رب العالمين، من الله علي بالفرج. الحقيقة أنه ليس الأقصى يعني وحده الذي يستباح، أيضا الأرض الفلسطينية تستباح من المستوطنين، الأسرى يستباحون من قبل قوات الاحتلال. الوضع الصحي الحقيقة وضع مؤلم، وضع صعب جدا في السجون الإسرائيلية. أنا كنت مريض، والحقيقة أنه كان تقصير واضح، أو يعني خليني أقول لم يكن أي نوع من الاهتمام الطبي في حالتي، رغم خطورة هذا المرض ورغم أنه الاحتلال بيعرف أنه أنا يعني مصاب ومريض، لكن كان تجاهل واضح في البداية، كان أصلا تجاهل في أني أنا مريض بالسرطان أو لا. فلما يعني أثبتنا لهم بالتقارير الطبية أني أنا مصاب، وتقارير يعني من مستشفيات، وانه انا يعني حالتي الصحيه يعني لا تقوى على البقاء، مقيد طوال يعني فتره الاعتقال او عزلي في زنزانه. لكن يعني في النهايه هذا احتلال ظالم غاشم، لم يتجاوبوا في البدايه بضغط من بعض المنظمات الدوليه وبعض الجهات الحقوقيه الفلسطينيه، يعني تم التجاوب، ويعني خلينا نقول عرضت لمره واحده فقط على طبيب مختص ليشخص حالتي بناء طبعا على التقارير المقدمة وبناء على وضع الصحي اللي كان بين الفينة والأخرى يزداد سوءا. نعم، يعني سيد عبد الباسط، يعني تقول إنك كنت مصابا بالسرطان والاحتلال، سلطة الاحتلال تعلم ذلك ولم يسمح لك بعرضك على الطبيب سوى مرة واحدة، هذا ما تقول؟ هذا صحيح، يعني كانوا يعني يعلمون أني مصاب بمرض السرطان، وأصلا أنا يعني كنت يعني مسافر في رحلة علاج إلى تركيا، ويعني كل التقارير كانت معي، وأصلا خضعت يعني إلى عملية استئصال ورم سرطاني من الدرجة الثالثة، وبالتالي يعني هذا يعني لم يكن مخفيا على الاحتلال، وكانوا يعلمون. حتى لما يعني حضرت قوة الاعتقال من مدينة البيرة، يعني خلينا نقول يعني تعاملوا معي بشكل وحشي وبطريقه يعني وكأني انسان يعني مجرم، وكأني انسان في النهايه يعني نازي، يعني لا. تعاملوا بشكل يعني مؤذي، ويعني ما كان في يعني خلينا نقول اسلوب لا قانوني ولا حضاري في اعتقالهم لمريض بمرض السرطان، يعني لا يقوى على مجابهه هذه القوات التي حضرت لاعتقالي. نعم سيد عبد الباسط، يعني رفضوا. نعم عفوا على المقاطعة، فقط بالنسبة لحالتك المرضية، بما أنك ربما تأخرت مدة طويلة قبل عرضك على طبيب، والسرطان ربما يحتاج إلى طبعا بداية العلاج بشكل سريع حتى يعني نتفادى انتشاره في الجسم، أليست يعني تعامل سلطات الاحتلال معك ألم يسبب لك ربما مشاكل أكبر، وربما أخر علاجك ما سيسبب لك ربما إشكاليات أكبر على صحتك؟ هذا صحيح، وأنا يعني عمليا هذا اللي حصل. يعني أنا كان يعني كنت أشعر بمضاعفات باستمرار، كنت أشعر أنه في عندي يعني مشاكل في عملية الإخراج مثلا، كان عندي مغص شديد ودائم، وأنا كنت بشعر أنه يعني ممكن الأمور تضاعفت، لكن يعني حتى لحظة خروجي لم يسمحوا لي يعني بالفحص، ولم يسمحوا لي بعرض يعني إلا قبل يعني خروجي بيوم واحد، أخذوني إلى مستشفى في القدس، وفي المستشفى يعني كان الحديث بدور عن فحصي، يعني عمل فحص كولونسكوبي، لكن كانوا يعني بيحاولوا يفحصوني، يعملوا الفحص هذا، ويعني عملية تخدير بيكون فيها، وأنا يعني مقيد اليدين والرجلين. طبعا أنا رفضت أني أكون يعني في العملية مقيد اليدين والرجلين، قلت لهم هذا حكي ما بصير، أولا أنا معتقل إداري بدون تهمة،
يعني أنا في النهاية مش صاحب قضية يعني خطيرة بتشكل خطورة على أمن الاحتلال، وبالتالي بأي حق أنا في النهاية أقيد ويعني من يدي ورجلي، ومنعت من دخول الحمام، يعني كانوا بيطلبوا إنه الحمام يبقى مفتوح وأنا مقيد كمان. طب كيف بتستعمل الحمام وأنا مقيد والحمام مفتوح، وكيف بدي أخضع لعملية ويعني أخذ جرعة بنج ممكن تستمر لساعة مثلا؟ ويعني فطبعا تم هذا الحكي أنا ما بقبل فيه، هذا الحكي قبل الإفراج عني بيوم واحد، وأنا فهمت الرسالة إنه يعني لذر الرماد في العيون، إنه حتى يعني يقيموا عن يعني كواهلهم عبء إنه أين إحنا أخذناك على المستشفى ولو لآخر يوم. وطبعا هذا كان إجراء واضح إنه يعني إجراء غير حقيقي من قبلهم، وسرعان طبعا ما أعادني السجانون إلى القسم، وطبعا رفضوا يتجاوبوا يعني لمطالبي إنه لا يعني فكوا القيود عن يدي وعن رجلي حتى يعني أستلقي على السرير بشكل طبيعي، وحتى يعني يقوم الطبيب بفحصي بطريقة صحيحة. الآن رفضوا، وأنا يعني بحب أوصل رسالتي ورسالة كل الأسرى المرضى تحديدا. طبعا هي المعاناة لكل الأسرى الحقيقة، المعاناة لكافة الأسرى. واضح أنه إدارة السجون يعني في الشهور الماضية يعني أمعنت في التضييق على الأسرى وفي إذلالهم، ويعني كنا من قبل الحقيقة يعني نسمع دائما وأبدا أنه على الأقل يعني طبيب السجن بيكشف على الأسرى المرضى يعني مرة في الأسبوع، لكن إحنا تفاجأنا أنه ما كان طبيب السجن بحضر. يعني طبيب السجن ما بيتعامل معنا على أنه يعني ناس بني أدمين، ما بيتعامل معنا يعني خلينا نقول ببعد إنساني، بيتعامل معنا كضابط أمن. وبالتالي يعني مش فارقة معه، فيعني ما في كان عناية ولا اهتمام. في عندنا كان في السجن أسرى آخرين يعني غيري، يعني لا يقلون خطرا عني، أعمارهم في الثمانينات، أعمارهم في السبعينات، أعمارهم في الستينات، أسرى فلسطينيين. والأمكى من ذلك يا أستاذ إنه أنا أسير يعني إداري بمعنى بلا تهمة، وطبعا هناك المئات من الأسرى الإداريين بلا تهمة، يعني ما في، لم توجه لنا أي تهمة، إحنا ما عملنا أي جريمة، ما عملنا أي ذنب. وبالتالي يعني ما في أي سند قانوني يعني لاحتجازنا وإبقائنا في هذا المعتقل. شكرا. يعني فضلا عن أنه يعني تم التعامل معنا بهذا الشكل. شكرا لك سيد عبد الباسط عمطان، الأسير الفلسطيني المحرر وبالشفاء إن شاء الله، كنت معنا مباشرة من رام الله. المسائية مستمرة، وبعد قليل باقي فقراتنا وفيها: المبعوثون الدوليون يختتمون لقاءاتهم بالخرطوم ويحددون مطلوبات الحوار السياسي، ويحذرون من إعلان حكومة غير متفق عليها ومن عودة النظام السابق.